شفت ابني فارس بالمنام، اشتقت له كثير. شوفي نفيسة، أنا من وقت جابك ابني لعندي مشان تخدميني وأنقذناكي وقتها من حبل المشنقة، وأنا بعاملك أحسن معاملة. عليم الله عاملتك مثل أختي اللي الله ما طعمني إياها. 10 سنين ما حسستك إنك خدامة، صح ولا لا؟ صح يا خانة. مشان هيك أنا تعلقت فيكي كتير وحبيتك وتعودت عليكي، وما حدا بيفهم علي قدك. يعني إذا بدك تغدري فيني وتتركيني وتهربي، عليم الله لا تلومي إلا حالي لحتى خلي ابني الشاويش يخفيكي أنت وابنك عن وش الأرض. صحيح أنا مرة عازة، بس كلمتي ما بتصير تنتين عند ابني. مشان هيك حطي عقلك براسي وخليكي نفيسة اللي بعرفها الحبابة والآدمية واللي لسانها قصير. فهمتي؟ يا خانم أنا ابني بيكون صار شاب، مشتاق أعيش معه، مشتاق أروح على بيتي وكمل حياتي أنا وابني. ليش نحن شو قصرنا عليكي؟ كل هالعز والجاه اللي معيشينك فيه مو عاجبة؟ ليش في شي يا خانم بيعود الوحدة عن ابنها؟ اسمعي نفيسة، لا تضايقي لي خلقي بهالحكي هاد. السيرة ما بدي اسمع بنو بنو، مفهوم؟ من فترة بعيدة كتير كنت ماشي بين البساتين ورايح لعند السوار، وأنا ماشي ما أسمع إلا صوت عم ينادي لي: يا أبو فارس يا أبو فارس. طلعت قمت لقيت أمك وراي. قلت لها: لك شو جابك لهون؟ قالت لي: غير طريقك، غير طريقك لفرنساوي وراك وخايفة إنه يكمشو وتقر عن رفقاتك. وراحت، قالت لي: أنا بدبر حالي. وركضت أنا بين البساتين وغيرت طريقي. وبهداك اليوم من شي أكثر من 10 سنين أمك ضحت بحالها كرمالي أنا ودرجال، ضحت بحالها مشان ما ننمسك، لأنه أمك كان عندها إيمان قوي إنه البلد أهم وأغلى من الروح. ومن يومها ما عرفت وين راحت، اختفيت. دورت عليها كتير وقضيت أيام وليالي وأنا أسأل عنها. وصلت للشاويش بحد ذاته وما أخذت نتيجة. وبعدها ندرت حالي أنا للبلد، ندرت شبابي وعمري للمقاومة. وهلأ أنا إصابتي خطيرة كتير، ما بعرف إذا كنت بقدر كمل. بدي اياك يا ابني انت تكمل المشوار اللي انا وقفت عنده. بدي اياك تروح تسال عن امك وتدور عليها، لانه انا عندي احساس انه امك لساها عايشه. روح دور عليها يا ابني ولا تيأس يا فارس. وصيتي لك: الارض مثل العرض، ما بصير نفرط فيه. ربي يشفيك ويعافيك يا ابي، يخلي لي اياك فوق راسي. وانا بوعدك وعد انه رح ضل دور على امي حتى لو كانت ميته وعايشه. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا فارس، الله يرضى عليك، كل لك بالرضا. اخ اخ يا فارس، صفيت لحالك بهالبيت. الله يرحمك يا ابي. صار لازم اني ادور عليك يا امي، صار لازم. نفذ وصيتك يا ابي، نفذ وصيتك اللي قلت لي عليها.
عم صدق انه امي دافعت عن رجال الحارة كلها مشان ما ينقذوا. لازم حدا يضحي كرمالك يا امو. صار لازم. اختي افتحي، انا حمدي شغيل الشاويش الجديد وجايب لك معي شوية اغراض. عم تسمعيني اختي؟ اي اخي عم بسمعك، بس عدم المؤاخذة ما فيني افتح الباب لحتى اتأكد انك انت شغيل الشاويش، هيك منبهين علي، لهيك بدي اسألك كم سؤال. اي سالي اختي، سالي اللي بدك اياه. اخي من اي حارة انت؟ انا محسوبك من القنوات. اخي الله يوفقك. بتعرف شاب القنوات اسمه فارس درغولي؟ فارس؟ لك طبعا اختي، انا اللي بعرفه لفارس، اخي وحبيبي. ها شوفوا. الله يوفقك، الله يخلي لك حبايبك. بدي توصل له هالكلمتين، قل له الامانه موجوده ببيت الشاويش، ان شاء الله بتقبرني يا اخي. الله يخلي لك حبايبك، بوس ايدك، لا تجيب سيره لحدا، يعني انا وانت بنفس الحاره، لا تغدر فيني. لا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله العظيم يا رب. خلص توكلي على الله اختي، توكلي على الله. خلاص خدي الاغراض مني، افتحي الباب وانا رايح اخبر فارس بهذا الشيء. شرفي اختي شرفي، لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم. سمعت الشغيل عم يقلك انه هو من حارة القنوات، يعني من حارتك، وطولتوا بالحكي مع بعض، فشو كنتي عم تقلي له؟ ما كنت عم قله شيء يا خانو، بس كنت عم تأكد انه من طرف اليوزباشي، يعني انتوا قلتوا لي لازم اتأكد من اي حدا بيجي لهون. شوفي نفيسة، محبتك لابنك ولحارتك ولعائلتك عم تخوفني كثير، وانا تعودت عليكي، ما حدا بيفهم علي غيري. وعديني انه ما تغدري فيني وتتركيني. ها شوفي يا خانو، انتي فضلك على راسي لحتى موت. انا ما بنسى وقت جابني ابنك اليوزباشي لهون كيف وقفتي معي ومنعتي انه يضايقني او يأذيني، لهيك انا ممكن اغدر فيكي صدقيني. ومع هيك رح خلي ابني الشاويش يجيب صبية صغيرة هي اللي تفتح الباب وتجيب اغراض وتنظف البيت، وانتي تهتمي فيني وبس. مثل ما بدك يا خانو، اللي بتشوفيه مناسب اعملي. الله اكبر، يعني المرة اللي فدت الشام ورجال الشام هي نفسها اللي حكيت معها اليوم ببيت الشاويش؟ ولك ايه اكيد هي، ما دام قالت لك تجي لعندي الي بالذات وتقلي انه في مرة كبيرة ومقدرة ببيت الشاويش. ولك هي امي اللي ابي وصاني فيها وامني انه ضل دور عليها لحتى لاقيها. وشو ناوي تساوي؟ ما بعرف. اسمع بدي مساعدتك. شلون؟ ما بعرف. ولك لعيونك، ولك انت مو بس تنفدى بالروح، تنفدى بالروح وبالمال وبالدم. اسمع انا رح اروح بعد كم يوم لعند بيت الشاويش، انت بتكون تخبي وراي، انا بدق الباب، واول ما امك تفتح الباب بتدق فيها وبتهرب، وانا بروح عند الشاويش بقول له انه هي هربت لحالها. والله ما عم بعرف شلون بدي كافيك. ما بعرف. لا يا قبض، هاي كرمال الله لا تواخذني يا فارس. ما كنت بعرف انه عندهم خدامه تاني، قسما بالله توقعت انه تفتح لنا الباب المستوره امك.
لك انت شو عم تحكي حمدي؟ لك شو عم تحكي انت؟ مالك ذنب بنوب؟ بس انا لازم لاقي طريقه افوت فيها على البيت. توقعنا القصه سهله، طلعت اصعب مما كنا بنتخيل. ما في شيء صعب لك حمدي، ما في شيء صعب. حتى لو كان بالقوه بدي فوت خلصها من هذا السل اللي عايشه فيه. عم تسمعني؟ طيب كيف؟ اسمع يسلمك. صحة يا خانة. على قلبك. شاويش يلا. بس انا بحاجتك. ابني بحاجتي اكثر. ابنك كبر وبكره بيتجوز وبيرميكي. وبكره انا كمان بكبر وبخاطر عنكم وما بيعود الي شغل وبترموني. لا بوعدك لا، لحقنا ابني انه يجي ابنك يسكن معنا. ما راح تقدري يا خانم. انا بقنعه والله. ابني من الزوار وابنك عم يحاربهم، ما راح تقدري. يعني راح تتركيني؟ غصبا عني يا خانم. غصبا عني. انت ابنك معك بس انا ما معي حدا. انا معي ما بكفي. لا لا ما بكفي، ما بكفي قطعة من قلبي بعيدة عني. يلا يا مو خلينا نمشي بسرعة. والله لا خلي ابني ينتقم منك ومن ابنك. موت وانا جنب ابني احسن ما اموت 100 مرة وانا بعيدة عنه. سامحيني يا خانو، مشان الله سامحيني. سامحيني. يلا امشي يا مو امشي.